لو كان خيرك بين المال والصحة وراحة البال واش تخير؟ أول حاجة الإنسان يختار الصحة، لأنه علاش؟ واحد كيكون عنده الصحة يقدر يمشي، يقدر يأكل، يقدر. بدون الصحة ما تقدريش تكوني، ما تكونش عندك راحة البال، وبدون الصحة ما تقدريش يعني تعيشي كما يلزم الحال. فهمتي كيف؟ هي أحسن حاجة في الإنسان هي الصحة، يعني الصحة. الإنسان كيكون بصحته، لو كان ماشي بصحتي وجبني دوك من بومرداس لهنا، فالمريض راني في الدار وعندي المال وما عندي الصحة، واش نكري طاكسي باش يجيبوني ويرفدوني ويدوني؟ أنا أحسن، أنا بالنسبة لي الصحة هي كل شيء، هذا هو. كان يخيرك بين الصحة والمال وراحة البال؟ الصحة. الصحة لو كنت روح صحتي واحد ما يبصر فيا أولا، ولادي طاش علي ربي يقول لك خلي لي صحتي. الصحة هي الصح، يكذب عليك يعطيني واش يعطيني الملاية تاع الدنيا كاع، يقول لك ما نقبلهاش، نقول له يا ربي خلي لي صحتي هي الصابة، هي وصحتي وولادي ويما وكلش. لو كان يخيروك بين المال الصحة وراحة البال واش تخير؟ شوفي بارمي لي برومييي الصحة لا سونتي حاجة الأولى، راحة البال دوزيام، دراهم نحكيو عليه من بعد. باسكو أنا نقول لك، أنا نقول زوج كلمات، المال ما يجيبلكش الصحة، بالعكس المال يشريك سكنة يجيب لك الدواء، وي مي الصحة ما تريكيبيرهاش، و سي نورمال لو بونور. أنا السعادة اللي بالنسبة لي حاجة واحدة أخرى، وراحة البال حاجة واحدة أخرى، والصحة إن شاء الله ربي يخليها لنا كامل، وتحية الجزائر. إذا خيرك بين الصحة والمال وراحة البال واش تخير؟ أولا بين ثلاثة هذا هو الإنسان يختار الصحة. الصحة تنتاج فوق الرؤوس، فوق الرؤوس اللي عرفها إلى المريض. الصحة ما لا تعوض، تبدا بالمال بعد الصحة تجي راحة البال. المال هو الدرجة الثالثة، والبال البال راحة البال. ربي سبحانه يقول لك ألا بيدك لا يطمئن، ألا بيدك لا يطمئن القلوب. الإنسان كيكون تقي الله وإنسان يذكر ربي وهذاك يكون تجو، يكون باله مستريح وقلبه مرتاح. هذا احنا كمسلمين، الانسان كيكون مقلق يقرا اي سوره او يذكر كلام ربي يرتاح، بل يرتاح ويطمئن قلبه.